رغم الجدل الكبير الذي فرضته قضية استيراد السيارات، إلا أن الحكومة وعلى لسان وزير الصناعة تبقى ترفض الخوض في نقاش هذا الملف بحجة عدم أهميته على مستوى المخططات الاقتصادية التي ترمي إليها على المديين القصير والمتوسط. السؤال الأخير اللي راه مطروح عليا عام كامل، وهذا السؤال يعني نعتبره عابث في عابث، لأنه احنا نتكلموا على صناعة وإنتاج وطني ونظرة لبعض صناعة جزائرية والبعض لاصقين في الاستيراد. الاستيراد في حد ذاته يعني نظرة أنانية لمستقبل الجزائر، وأنانية يعني للظرف الحاضر. دونك الأسئلة نتاعهم متعلقة كل بهذاك الموضوع اللي مش ولا بد كما يقولوا المصريين جون ريفورم. من جهة أخرى، كشف الوزير عن قرب الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الذي أكد على عرضه خلال الأسابيع القليلة القادمة على الحكومة. في قانون الاستثمار الجديد اللي راه يدرس على مستوى وزارة الصناعة واللي خلاص يعني كمل من المفروض نقدموه إلى مجلس الحكومة، يعني اجتماع الحكومة في أقرب الأجال، إلي بريفو يعني أون أوغمونتاسيون دي بريروغاتيف تاع لوندي. لوندي تعود عندها نفس الصلاحيات اللي كانت عندها في نهاية التسعينيات، ولكن بإمكانيات أكثر فيما يخص دراسة الملفات. ورغم حديث بعض المصادر حول قرب الإعلان عن الوكلاء المعنيين باستيراد السيارات، إلا أن تصريحات وزير الصناعة في كل مرة تؤكد على عدم وجود جدية لدى الحكومة بخصوص هذا الملف.